من وقت ما بدأت أحداث 7 أكتوبر في غزة وفي إيموجيز معينة كثرت مشاهدتنا لها على المنصات بشكل كبير وتحولت لرموز للتضامن مع غزة وأيقونات أونلاين، سواء البطيخ أو المثلث الأحمر المقلوب أو حتى مؤخرا في كم فيديو شفنا كمان دائرة زرقاء. وكثير من هذه الرموز أصلا بدأت الناس تستخدمها للتحايل على القيود اللي بعض المنصات بتتحكم عن طريقها في المضمون اللي بيخص الرواية الفلسطينية. خلينا نبدأ من البطيخ، هذا الرمز اللي تحول لبديل لكتابة كلمة فلسطين، والمفاجأة إنه الرمز على فكرة مو جديد، فأول استخدام له كان عام 1967 وقت سيطر الجيش الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة. وقتها منعت الحكومة الإسرائيلية رفع العلم الفلسطيني علنا وحتى منعته فوق الدوائر الحكومية، علشان كده في فنانين من فلسطين رسموا رمز البطيخ كدلالة على ألوان العلم الفلسطيني، ومن وقتها تحول لأيقونة ورمز في وجه إسرائيل. وفي روايات بتتكلم عن إنه رمز البطيخ كمان أقدم من كده. رمز البطيخ اليوم ما عاد رمز بس، لا كمان تحول لفلتر على تيك توك لجمع التبرعات. ففي صانعة محتوى اسمها جوردن جونسون أطلقت الفلتر، وعبر لعبة بسيطة بيتم جمع أموال وإرسالها للجمعيات الخيرية اللي بتقدم المساعدات لغزة. الفلتر عليه مئات ملايين الاستخدامات، والهاشتاج اللي بيحمل اسمه عليه أكثر من 140 مليون استخدام، وفعليا جمع تبرعات. أما الرمز الثاني فهو المثلث الأحمر المقلوب اللي بتستخدمه حماس خلال فيديوهاتها علشان تدل على الأهداف الإسرائيلية. المثلث الأحمر المقلوب بيرمز للمثلث الأحمر اللي موجود في العلم الفلسطيني، وبيعتبروه المتضامنين مع فلسطين رمز الصمود. وعلى فكرة يبدو المثلث مستفز إسرائيل لدرجة استخدمته في فيديوهات لها. أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نشر فيديوهات للجيش استخدموا فيها هذا المثلث، وفلسطينيين على المنصات ردوا عليه بأنه حتى هذا الرمز كمان حتسرقوا مننا.